صبغت شفافي على لون الشعر. شو رأيكم بلون هالحمرة؟ Of course خرج سيلفي. كثير منكم تسألوني على كيف بعمل editing لصوري على الانستغرام وكيف بنزلهم. So بهذا الفيديو حورجيكم شو الأدوات اللي بستعملها لصور صوري على الانستغرام وشو التطبيقات اللي بستعملها لحتى أعملهم editing لحتى أضبطهم ليكونوا perfect for Instagram. الكاميرا اللي بستعملها لصوري على الانستغرام هي هذه الكاميرا من سوني الفا 5100 وإلها فليب سكرين، فهذا اكثر شيء بحبه فيها لهذه الكاميرا لانه الفليب سكرين كثير بتساعدكم تاخذوا سيلفيز وتشوفوا كيف الصوره طالعه. وهذه الكاميرا كثير حبيتها لانه فيها واي فاي، فيعني فيكم تنقلوا الصور دغري من هذه الكاميرا تو يور فون دغري بلا ما تحطوهم باللابتوب او تعذبوا حالكم بادوات زياده. سو فيري ايزي دغري من الكاميرا للفون، فهذا الشيء كثير بيريحكم نفسيا لما بدكم تحطوا صوركم على الانستغرام. وهذا الانجل اللي اكثر شيء بيعطيني هيك سيلفي حلوه واللي اكثر شيء بحبه. فانا الانجل اللي على طول بستعمله هو رح اورجيكم يعني كيف شكله، هو الانجل تقريبا هيك من حواجبي وطلوع يعني تقريبا من جبيني والكاميرا شوي هيك تلتد يعني شوي ميله لتحت مشان تصوركم هيك كايند اوف انجل من فوق. يعني على طول بفكر بالضوء من وين جاي، يعني فور اكزامبل اذا انا عندي ضوء من هذه الجهه على طول بحط الكاميرا نفس الاتجاه. اكثريه الضوء اللي بستعمله عاده هو داي لايت يعني ضوء الشمس، فبوقف قدام الشباك وبعلي ايدي عادي مثل كانه عم باخذ سيلفيز مثل كيف ورجيتكم الانجل وباخذ سيلفي عاده. سو هيدا الانجل اللي باخده وهيدي اللايت اللي بستعملها. وبس ليكونوا اون ماي فون بصير بعمل لهم اديتنج. التطبيقات اللي بستعملها لحتى اظبط الصور هن كلهم ابلكيشنز جايبتهم من الاب ستور بالايفون. هي هي فيس تيون، هي تطبيقه مثل تقريبا فوتوشوب بس مصغره. بفتح صوره انا اخذتها على هيدي الاب. اكثر شيء بحب استعمل سموذنج بس مثلا اذا كان عندكم حب طالع لكم على بشرتكم فيكم تعملوا له سموذنج تخففوها، اذا حاسين في تجاعيد تحت العين فيكم تخففوها سمايل لاينز. فهذا الشيء اكثر شيء بحبه بهيدي الاب لانه هيك بتنعم الوجه وبتنعم البشره. وفيكم تعملوا تزيدوا ديتيلز، بتاخذوا الديتيلز مثلا بتخلوا الرموش يظهروا اكثر، الليبستيك لونه يظهر اكثر، وكمان اذا حابين تبيضوا اسنانكم كمان فيكم تبيضوا اسنانكم، فهذا الشيء كثير 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 بحبه بهذه الاب. بعمل لها سيف على الكاميرا رول، بنتقل على الانستغرام وبطلع على الصوره. عادة بحب حط الصورة يكون شعري شوي مقطوش من فوق، ما بحبها كثير يكون الانجل شعري من تحت مقطوش، بحب انه يكون شعري من تحت طرافه مبينه ومن فوق ما كثير مبين. اوقات حتى بقطش جبيني شوي اذا حابه الميك اب يظهر اكثر، فبصير يعني تقريبا عند الحواجب، بس بعلي برايتنس شوي، بقوي الكونتراست على خفيف، بعمل وورمث لحتى زيد شوي الدفع على الصوره يكون في شوي لون على بشرتي. اوقات بزيد كلر مثلا بزيد مثلا فلتر بيربل، بخففه شوي على الخفيف بس لحتى يكون في شوية هيك هنت اوف بيربل، وبزيد شادوز لحتى هيك اعطي مثل بزيد شادوز بس لحتى اعطي انه هيك في مثل شيء قدام وشيء ورا بالصورة. وذاتس ات، بحطها على الانستغرام هيك بتطلع الصورة. كثير التطبيقات اللي بستعملها والطرق اللي بستعملها كثير بيسك وخفيفة، أكثر شيء هو إنه يكون عندكم جود لايت ويكون عندكم جود كاميرا، هذا أكثر شيء بيساعدكم لما تكونوا تعرفوا شو الأنجل تبع وجهكم اللي أكثر شيء حلو، هذا الشيء اللي كثير كثير بيساعدكم، تعرفوا إنه الأنجل اللي من تحت بيتخن الوجه، الأنجل ستريت بيطلعكم شوي فلات ومن فوق بيعطيكم هيك شوي حلاوة لوجهكم. That's it for this video، بتمنى يكون ساعدكم وجاوبت على أسئلتكم. و thank you all for watching. ما تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وبشوفكم بماي نيكست فيديو. باي باي guys.